آخر 2012 كان الوضع كتير سيء بحلب. أهلي نزحوا راحوا على المخيمات التركية، أخوي نزح، ضليت أنا وابن عمي. ساء الوضع كتير بحلب وصار الوضع لا يطاق. صعدت الأمور كتير، صار في دمار، صار في براميل عشوائية. طبعاً زوجتي كانت حامل بأشهرها الأولى تقريباً، فأنا اضطريت يعني لا عاد أقدر أنا أكمل مسيرة حياتي هنيك ولا أقدر أتضل عندي، فبعتتها أنا على أهلها على قطاع غزة وظليت أنا بدمشق لحتى سير أموري وأطلع. لما قررت أني أغادر سوريا على طريق المطار لقيت يعني مناظر غير طبيعية، مناظر مرعبة، فساعتها قررت أني خلاص هون ما عاد في مجال للرجوع، لازم أطلع برا هالبلد خلاص. طلعت من سوريا توجهت لتركيا، طلعت برحلة بالبحر لمصر. أنا وبالقاهرة تعرفت على شخص فلسطيني عنده مطعم بغزة بده شيف سوري، عرض علي. صراحة أنا بالبداية تخوفت كتير أنه رايح من حرب جاي أروح لحرب. هون فكرت بيني وبين حالي، قلت ما في مانع أنه أروح زيارة. جيت لهون على غزة قعدت 10 أيام، دخلت عن طريق الأنفاق، شفت العادات والتقاليد كلها قريبة كتير للشعب السوري. قررت أنه أرجع للقاهرة أنهي أموري. تعرف تعمل تشيكن باستا؟ تشيكن بيتزا هي سندويشة غزاوية بحتة، ما حدا بعرفها كل العالم إلا بغزة. بقى منين إجت التسمية ومين يلي ألف الساندويشة ما بعرف، بس يلي بعرفه إنه أهل غزة بحبوها. بيحكوا إنه ما بحس بالوجع إلا صاحب الوجع. أهلنا الفلسطينيين هن أصحاب وجع، لما نحن جينا فتحونا بيوتهم ما حسينا حالنا غريبين بالبداية، ولا هلأ ما حسين حالنا غريبين. لجأ سوري لما دخل على غزة طلع بشناتيب وراءه الرسمية ومبلغ صغير بس ودخل لغزة، بس ولكن هون أهل غزة هن يلي سندوا وريف وهن يلي فتحوا له المطعم. يسعد صباح ابو العبيد. اهلا وسهلا. سلم ايديك. سلم ايديك. والله اليوم بدي اطلع على البلد كمان بعد ما اخلص ان شاء الله من السوق بدنا نميل على شو. الأخوة السوريين أعزاء علينا، أعزاء على قلوبنا. إحنا لما أجوا عن طريق الأنفاق ووصلوا قطاع غزة رحبنا فيهم ترحاب كبير، عاشوا معنا فترة كبيرة، استقبلناهم استقبال طيب، فتحنا لهم بيوتنا لأنهم أخوة أعزاء علينا. كان وضعهم يعني صعب شوية لكن إحنا بقدر المستطاع قدرنا أن إحنا نخدمهم. بس كيف الحياة هنا أبو العبد؟ حلوة؟ والله حلوة. حلوة ممزوجة بالمر يعني، ما هذه البلاد بلاد اهلنا وناسنا. وايش انت بخص عليك اي حاجه يعني مرحبا بك، يعني مش حنقصر فيك، واعتبر هذه يعني بيتك وزياده، انت مش غريب علينا والله. رغم صعوبه الاوضاع، انقطاع الكهرباء، انقطاع ادويه، انقطاع حياه صعبه جدا. في ناس احتوونا من اهل غزه، وعلما انه انا ما بعرفهم يعني نهائيا، لكن تعرفوا انه سوري الاصل موجود هون، زارون عدة مرات، رحت زرتون عدة مرات. فكرنا على الواحد لحد Mm-hmm.
ما بنعتبر السوريين جار غريب بل إخوة، ضيفناهم عندنا في بيوتنا ورحبنا فيهم متعاطفين معهم، مواطن نعتبر مواطن وعزم مواطن، لأنه إحنا الشعب الفلسطيني عندنا نخوة طبعا لكل إنسان. العافية عم أبو وحيد، صباح الخير، كيف أخبارك؟ تمام؟ والله مشتاق لك، تيك نهاية جارك، سلاماتك كيف؟ والله مشتاق لك، طمنا عنك حبيبك. والله بخير الحمد لله، فضل رب العالمين. حيا الله، هلا هلا، سلام إيديك، الله حييك، شكرا يا طيب، الله بارك فيك. آمين يا رب. كيف شايف غزة؟ والله الحمد لله، غزة قريبة لأهل سوريا، نفس العادات والتقاليد، يعني حاسس حالي بوطني الثاني أنا، بس بتضل مثل ما قالوا أهل أول، الغربة كربة. صار لك قديش هون أنت؟ والله هون إلي يمكن 4 سنين. ما هو شوف سبحان الله، أنا لما بفتح الشباك من مقابلك بتطلع هون بالبرد وهيك بتروحن والله. ساكن لحالي في غرفة صغيرة جدا، أهلي متواجدين بسوريا، الأب وأم ما عندي هون بغزة، ولا أخ ولا أخوة ولا زوجة حتى أنه تونسك. إلي أصدقاء وأصحاب ببيت لاهيا، المحبة بيني وبين الأصدقاء والأصحاب كبيرة جدا، يعني حسيت حالي الحمد لله جزء من هذا الشعب. خبرتي في المطاعم والطبخ في سوريا كبيرة، وهالخبرة هاي نقلتها لهون، جبتها لهون على غزة، يعني خليت الزبون يلي كان بنفسه ياكل الكبة يلي موجودة بالمسلسلات السورية بالدراما السورية كان يشتهي عليها، أنا عملت له إياها. بنجوسي شيش جهار، امبارح طلعت 11 بالليل كنت أخبرك، قال لك العظيم هذا طولت زهر، بس قلت هلا اكون نايم. على 11 نمت انا كمان. طب كيف امورك بالمجمل؟ والله ماشي الحال الحمد لله. مين علمك طولت الزهر؟ انت يا عم. يعني مش انت بس، انا لعبتها معك انت اكثر. انت كنت تعرف تلعبها مزبوط؟ اه يعني ما مش مزبوط مزبوط. يعني انا علمتها لمرتي مثلا صارت تخسرني. اه ايوه. بس كمان بتخيل حبيبي انه يعني احنا على مستوانا كفلسطينيين او حتى على مستوى الناس الموجوده في غزه، ما بتحس انه السوريين الموجودين غرباء عن 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 لا 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 لا. شوف يا عمي التمشاي هون على الكورنيش هذا جنب بيتك، والله جد بحس حالي بلادقيه او طرطوس او بصراحه، يعني واحد ما بحس حاله غريب. فلسطين وسوريا هي بتشكل بشكل أو بآخر هي بلاد الشام، لغة واحدة، ثقافة واحدة، أكل واحد، حتى علاقات ود واجتماعيات واحدة. إحنا كتير قراب من بعض، ربما تكون الدول قسمتنا، صار في عنا سوريا والأردن وفلسطين ولبنان أو غيرها من البلاد، بس لا، إحنا ثقافتنا واحدة وعلاقتنا واحدة وعلاقتنا متجذرة. يعني جزء كبير من الفلسطينيين لجأوا لسوريا واستقبلتهم سوريا، استقبلهم المواطن السوري بأخوية عالية، وعاش الفلسطيني في سوريا يعني كالمواطن. أهلا وسهلا فيكم في قزدورة. اليوم قزدورتي كتير حلوة وكتير مختلفة. اليوم راح روح على محل مخصص بسندويشة، هالسندويشة منتشرة بكل أنحاء العالم. بالصدفة صبية بتجي بتعمل عندي تقرير لقناة عن قصة الشيف السوري، وتعرفت عليها وخلص قررت أتزوج، وبالفعل صار نصيب وخطبت وتزوجت. بيض وبندورة أو جزمز خلينا نقول بالسوري. شكشوكة. أنتوا عندكم بتقولوا لها شكشوكة، أنا علي أعلمك، بس هاي التقطيعة بدك 4 سنين لتتعلميها شلون. طيب ماشي الشكشوكة يا عمي لازم يكون فيها فلفل أخضر. شكشوكة هي شغل غزة. وتوم. أنا عم بقول لك بيض وبندورة شغل حلب. كل الناس بتفكر أنت باخذ الشيف أكيد بطبخ لك في البيت، مش عارفين. تحمي زيت الزيتون، طبي البيض. أيوه. بعدين بس يستوي 3/4 استوى، بتكمري البندورة فوقها، بتغطيها، بتوطي الغاز، بتطلع جاهزة بتجيبي لي اياها اكلها. شايفة بيعلمنا بابا، شايف وريد بيعلمنا قاعد كيف نعمل الشكشوكة. نعلمكم اكلات، وانت كمان بكره بدي احط لك طربوش هون.
هربنا من حرب سوريا، فبعد ما وصلت هون كم شهر لقيت البيوت عم تنقصف، البنايات كاملة عم تنزل. أنا قلت شو جابني؟ جيت من حرب لحرب. حرب بلشت أول شيء باستهدافات بسيطة، بعدين بلشت صواريخ وطيران وقصف. أنا أنام بالليل أحلم أنه أنا بغرفتي بحلب، صوت نفس الصوت، نفس صوت القصف، نفس صوت الطيارة. من ماتوا متأثرين بجراحهم، منهم 3 صحفيين وأيضا مسعف. الاستهدافات اليوم كانت، أنا كسوري وزوجتي فلسطينية، صرنا روح وحدة وصرنا إيد وحدة لحتى ننقل المشاهد يلي موجودة بغزة، مشاهد الألم ومشاهد القهر ومشاهد القصف والرعب اليومي اللي صارت بغزة، ننقلها لبرا. زوجتي كصحفية أنا كنت سندها وكنت إيدها اليمين، كنت أدعمها وضليت معها 52 يوم عم نغطي الحرب. في يوم جمعة بتاريخ 1/8/2014 مدينة رفح بهذا اليوم مدينة أشباح صارت منطقة عسكرية مغلقة. حتى الجيران هون من أهل رفح يعني ساعدوني، وين بدي روح؟ أنا غريب بلد أصلاً، يعني وين بدي روح؟ فتوجهت معهم لمدارس الأونروا لهنيك. يعني رجعتني هالحرب هاي لأيام حرب سوريا والأزمة اللي فيها. في شعور بقى عندي إنه يعني يمكن ما أكمل، يعني هربان من حرب وجيت على حرب ويمكن ما أقدر أكمل أنا حياتي. صحي بابا، حبيب بابا من النوم. تعالي يا بابا، تعالي حبيبي، تعالي حبيب بابا، تعالي يا عمري، تعالي تعالي يا بابا. صب لك شاي يا بابا. اشرب شاي. صب لك شاي. يلا بابا. حبيبي حبيب بابا، ان شاء الله الله يبعث لكم ايام احسن من ايامنا، وما تشوفوا العذاب اللي شفناه يا بابا، ولا تشوفوا حروب، ولا تتغرب عن بلدك لانه الغربه صعبه. وصلت عبود يا ابو العبد؟ وصلت وصلت. يلا للباب المدرسه. ايش هذا اللون؟ هذا وايت. هذا ايش هذا؟ بلاك. بدك تروح تلعب؟ اعطينا كاس. جوازات السفر انتهت صلاحيتها، ما في ممثلية هون لتجدد هذا الجواز. في علينا نحن كأسر سورية أعباء كبيرة كتير، مثل إجرة المنازل، يعني أقل إجرة منزل اليوم 200 دولار. السوريين الأصل بيوم الأيام وإن فكروا أنه يخرجوا من قطاع غزة يعني لا يحملون سوى حقائب سفرهم. السوريين الأصل بيعانوا من البطالة، عدم وجود عمل. ممكن واحد اثنين صح لهم فرصة عمل هون أو هون بمجال هون، لكن الباقي قاعد بدون عمل. بتروح على تركيا أو بنروح على الأردن أو لبنان، في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تدعم اللاجئين في كل أنحاء العالم، بس ولكن بغزة ما موجود هالشي، ما لهم أي مؤسسة موجودة هون. كل لاجئ السوري يلي بغزة عايش الحصار حصارين، حصار أهل غزة وحصار القهر والحرمان.
اجت شهادتي من سوريا اني انا نجحت بالتوجيه، لانه انا ما قدمت بسوريا، قدمت الامتحانات وطلعت من سوريا، ما اخذت الشهاده. بلشت معاناتي من حول موضوع الدراسه. جيت بدي اسجل بجامعه، فلقيت انه رسوم الجامعات كثير عالي وغالي جدا، فما قدرت اسجل بالجامعه. فهون اتطلب علي اني بشتغل مشان امن حياتي اليوميه وامن اجار البيت اللي انا استاجرته، البيت الصغير. جنة 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 يا وطننا يا وطن يا حبيب. السلام عليكم حبيب قلبي ابو محمد. سلام، ايش اخبارك؟ النوز حنحكي على عرس. حيا الله ابو محمد، الله يسعدك. شلونك؟ والله عم نورك. نورت عمي وريف. ايش اخبارك؟ ايش اخبارك؟ والله قاعدين بالشارع يعني حبيبي. علم شاي بعد اذنك. شاي اكرك عجا ما يكون على كيفك. والله مشتهي قسما بالله، مشتهي هيك اطلع بباص او سياره 200 كيلومتر. بس بشرط يكون الباص هوب هوب. يا سيدي هوب هوب ما ابدا. واطلع الموتور قدامك. والله العظيم بتذكر كنا نطلع من الضيعه على عزاز، كنا نطلع بطريزينه سوزوكي هي الثلاث دويلين. شو نروح على البازار. لهجتهم بتختلف عن لهجتنا. حلبيه يا عمي انتو نظنظين. في فول بلبن. ايش هالفول بلبن؟ هالفول بلبن عمي، الفول بطحينه. الفول بطحينه. الفول بلبن انا ابيض. يسلم ايديك. حلب ام المحاشي والكبر. هي ام المحاشي والكبر قولا واحدا. احنا شوف يا بي اترك عجب مثل ما هي. يعني انا طلعت صار لي 2000 يوم، يعني كل العالم بتحسب باليوم شهر وبالسنه بالساعه. عليم الله بحسب باليوم. صار لي 2000 ويومين يمكن. ويومين ايه، يعني طلعت اخر 2012 بتذكر. رحت على مصر وقعدت فتره وبعدين جيت لهون. ما بعرف عجب. نرجع والله لترجع. واغلك على صيد نايا، واعزمك على مطعم تراس، ونزلك على المعره. ومن المعرة أخذك على الزبداني، وأخذك على بلودان، وعلى حالية والجرجاني. أنا أول شيء بدي أروح على حلب. سمعنا سمعنا يا حبيبي. سمعنا. شو لك؟ علي صوت شوي. اسمع لك علي. بدي أكتب اسم بلادي. بدغي لا مالي ولا أولادي، على حبك ما في حبيبي. فلسطيني سنة 48 أخذ معه مفتاح، والمفتاح يمكن لحد الآن موجود مع كثير أشخاص. نحن بسوريا طلعنا أخذنا مفاتيح، أخذنا كتير شغلات من سوريا، والشغلات موجودة معنا. حلم السوري ما بيختلف عن حلم الفلسطيني. أنا صرت أحلم أنه أرجع حلب. سوريا لي الأم والأب والأخ، كل شيء بالنسبة لي. فبتمنى أنام وفي ألاقي حالي بسوريا موجود. وإن دمت هون مثلاً سنة أو سنتين أو ثلاثة، لابد كل إنسان إنه يحن لوطنه، يعني يحن لأرض عقيدته، يعني اللي عاش فيها وخلق فيها. أتمنى إنه أرجع لبلدي، أرجع لحارتي القديمة، أرجع لبياعين الفول والفتات طبعاً، والقهوة القديمة اللي كنت أقعد فيها. بتمنى إنه أشوف كتير ناس أنا نسيتها. الحروب اللي صارت إن كان في سوريا ولا في قطاع غزة نستني كتير من العالم. أنا أرجو من الله إنه ترجع سوريا مثل ما كانت. 9 وهي 10 وهي 11. تعي 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 تعي. يلا هون هون. تعي تعي. اجتني بنوتة، انا وزوجتي مقررين انه نسميها اما باسم مدينة فلسطينية او سورية. طبعا دورنا كتير، بعد بحدود شهرين ثلاثة قبل ما تنولد لقينا
اسم كتير حلو، هو اسم القدس قديما، إيليا. سورية لا غزاوية؟ سورية. لا لا ماخذ العرقين. لا يعني هو في العائل دمج التنين، يعني انت عارف. لا سورية أكثر. الحلبية عائلهم صعب والغزاوية عائلهم صعب، فين ماخذ التنين؟ لا سورية أكثر. لولو. لا 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 لا. أهلا 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 أهلا. طبعا إيليا بحب دايما أعلمها شغلات حلبية. بريد أعلمها تاكل مثلا كبة حلبية، تحكي حلبي. تحكي حلبي تقيل، لأني بيوم من الأيام لازم نروح على سوريا. يلا يلا انزلي امشي.